أما الآن مشاهدينا في عودة إلى بوصلتنا القدس، وهذه المرة مع الزميل محمد غملوش في فقرة ما لا تعرفه عنه. صباح النور. صباح النور. كيفنا اليوم؟ الحمد لله. اليوم بدي أرجعكم شوي على موضوع القدس اللي أصلا نحن والجين فيه وسنبقى فيه كل حياتنا يمكن. تأكيد. تعرف أكثر من الموضوع مع المشاهدين. صباح النور مشاهدينا. قالوا فكان القول فان والكلام سراب والفعل بقي صامدا والقدس خير أفعال الصمود. هي مدينة الصلاة والصلات، هي أرض العرب، هي عاصمة فلسطين الأبية. واليوم من صباح النور صباح يزهو بما لا نعرف عن هذه المدينة الطاهرة. الحقيقة الأولى وبحسب الموسوعة الفلسطينية، فأن القدس تعتبر واحدة من أقدم مدن العالم المأهولة بالسكان، إذ أن عمرها يصل إلى 5000 سنة، وقد سكنتها القبائل منذ عام 2500 قبل الميلاد. لماذا يعد موقع القدس الجغرافي موقعا هاما جدا؟ تبعد القدس نحو 60 كيلومترا عن البحر المتوسط وحوالي 35 كيلومتر عن البحر الميت، مما يجعلها بوابة عبور هامة من المياه الفلسطينية إلى المياه العالمية، كما أنها أقيمت على هضبة القدس وفوق القمم الجبلية، مما جعل من اليسير عليها أن تتصل بجميع الجهات الفلسطينية. تتميز القدس بماهية تاريخية لا تمتلكها مدينة أخرى حول العالم، فما هي؟ تحظى القدس عبر تاريخها بتقديس أتباع الديانات السماوية الثلاث، إذ أنها مدينة مقدسة لدى المسلمين والمسيحيين بالإضافة إلى اليهود حول العالم. يعني هنا تكمن الأهمية الأيديولوجية لمدينة القدس عبر التاريخ، يعني لهذا كانت مطمعا للعديد من الغزاة عبر تاريخ البشر، يعني إن كان التاريخ الحديث أو التاريخ القديم. صحيح، يعني مدينة القدس مر عليها الكثير من الغزاة من هنا ومن هناك، يعني يمكن جميع من غزو في العالم غزو القدس في وقت من الأوقات، وأهميتها لا يختلف عليها اثنين، يعني سواء كانت للثلاث ديانات الإبراهيمية بالتأكيد، ولكن كان من الممكن أن يكون، يعني شوف حتى الصورة الآن خلفك، هذه الحواجز السلكية بشعة وهي تحاصر هذه المدينة الجميلة بطبيعة الحال. على فكرة من معظم الأدبيات والروائيين الذين كتبوا ربما تأشيرات أدبية دينية ذكروا مدينة القدس في كتاباتهم، يعني أمر محزن بالفعل، يعني الإنسان يقول هذا بأسى أن تتحدث عن هذا الكنز والبحر العباب من التاريخ والثقافة والحضارة إلى أن ينتهي به الأمر أن يكون محتلا ومحاصرا، ولكن أنا على يقين أن هذا الأمر سينتهي بالتأكيد. لنستكمل، وأيضا بحسب ما قالت الموسوعة الفلسطينية الإلكترونية، فإن سكان القدس الأصليين هم قبيلة اليابوسيين، أحد البطون الكنعانية العربية، وقد شكلت في المدينة حضارة بشرية من أرقى الحضارات البشرية عبر التاريخ. تعرضت القدس لغزوات عديدة وقد احتلتها أمم مختلفة وإمبراطوريات عدة، منها الفراعنة والفرس والرومان واليونان، بالإضافة إلى الانتداب البريطاني في العصر الحديث، وصولا إلى الاحتلال الإسرائيلي الذي احتل القدس الغربية عام 48. يعني كما ذكرت آنفا سارة، أنا ذكرت مقتبس ممن احتل القدس، هي مرت عليها عشرات الحضارات ومنها الحضارات الكبرى التي ذكرناها من الفرس والرومان واليونان. ولكن ما يميز الاحتلال الأخير إذا صح تسمية التميز له أن كل من مروا على القدس وضعوا فيها بصمة قد تكون جيدة من حضارة أو من تقدم أو من تطور أو من لمسة إنسانية، ما عدا المحتل الأخير فهو يهدم كل ما، يعني تحس أنه لو عندهم بيدهم أنه لا يجعلوا حجر على حجر في القدس مثل ما هو. صح، يعني اختلاف كبير ما بين المحتل وهو محتل في الآخر، هذا ليس تبرير له، ولكن بين المحتل الذي يبني أو يساعد في البناء والمحتل الذي يهدم الأرض والإنسان أيضا. أي يهدمها وبكل وقاحة، لربما يستوطنها على أنها أرض خاصة به، يعني هذا هو الفارق الأساسي. يعني كل من مر على مدينة القدس من قبل
وصل إلى حد أدرك بأن هذه المدينة وهذه الأرض ليست أرض ملكا له. واللافت المعلومة التي تفضلت فيها أن من هم السكان الأصليين، لأنه تكثر الروايات من هنا وهناك، كل من كان يقول أن نحن السكان الأصليين، ولكن الآن تفضلت بأن من هم السكان الأصليين. طبعا هي أرض عربية وذات جذور عربية وستبقى عربية إن شاء الله. لعلما تقول سارة هو يعود إلى إرادة وهوية الشعب المقدسي والفلسطيني الذي يأخذ ما يريد من حضارات ويحتفظ ويتمسك بهويته العربية، وهو طبعا يرفض التهويد و يعني كل أشكال أنه يعترف بالوجود الإسرائيلي واستمراره على الأرض الفلسطينية. صحيح. لنستكمل ونرى المزيد، وأيضا بحسب مقالة الموسوعة الفلسطينية كذلك، تعتبر القدس واحدة من أكثر المدن المزارة والسياحية حول العالم، إذ أنها تعد موطنا للتراث والآثار والتاريخ، وهي موطن القبلة الأولى، إذ يعد المسجد الأقصى في القدس أول القبلتين في الإسلام، أحد أكبر مساجد العالم ومن أكثرها قدسية للمسلمين. تبلغ مساحته قرابة 144,000 متر مربع، ويشمل معالم تزيد عن 200 معلم، منها قبة الصخرة والمسجد القبلي. على فكرة مثل ما ذكرنا في الأدبيات، المسجد الأقصى بعيدا عن التوجه الديني والقيمة الدينية الهائلة له، هو مكان يعني من أرقى أماكن التاريخ، يعني يمكن مقاربته ومقارنته حتى بعظمة العجائب السبعة للدنيا. يعني للأسف الاحتلال حتى لم يكتفي فقط باللوجستيات والماديات وتهديمها، حاول مرارا وتكرارا تعتيم صورة المسجد الأقصى وإبعاده عن الصورة عن قيمته الفعلية والقيمة التراثية والتاريخية له. ولكن رغم ذلك محمد، يمكن أكثر الصور التي تصل عبر الأعلام المطبوعة في ذهن الشعوب العربية المختلفة هي لمواجهات حصلت يعني على باب المسجد الأقصى وداخل حرم الأقصى، هيك مواجهات الإنسان الفلسطيني بإيمانه وسجوده وصلاته مواجهة وجها لوجه مع السلاح الصهيوني المجرم. صحيح. ولكن المؤسف أيضا محمد، المعلومة التي ذكرتها بأنها هي أكثر مكان مزار في العالم ونحن لا نستطيع أن نزوره نسبة لهذا المحتل الغاصب الموجود فيها. فنتمنى أن ينقشع هذا المحتل على أمل عندما ونزورها نحن الأولى بالقدس أن نزورها، على أمل عندما تكون زيارتنا للقدس تكون زيارة إلى الموطن العربي وموطن الموطن الخالي من الاحتلال تماما المحرر. صحيح. تقول السيدة فيروز عيوننا إليك ترحل كل يوم، فقبل ما نقدر أن نوصل شخصيا إلى القدس، ولكن هي في قلوبنا وفي أذهاننا وفي صلواتنا. بطبيعة الحال خضعت فلسطين للاحتلال البريطاني عام 1917، وقد أحيل ملف القدس إلى الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، فأصدرت قرار تدويل المدينة في 29 من نوفمبر تشرين الثاني عام 1947، لتخضع بعدها القدس الغربية للاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا عام 48، ولم يزل هذا الاحتلال قائما إلى يومنا هذا. يعني سلسلة من القصص، يعني صح أنها لربما تكون عبرة إلى مستقبل الأجيال القادمة عندما نتذكر كيف خسرنا القدس لربما وخسرنا فلسطين، تصبح فيما بعد عبرة للأجيال القادمة بعدم التهاون وعدم الاستسهال فيما يخص أرضنا العربية، كي لا نقبل مزيدا من هذا القمع والاحتلال. خسرناها إلى حين. إلى حين، ولكن خلينا نقول إنه الأزمة مستمرة طبعا، ولكن لن نتنازل ولن نخسر هذا الحق بطبيعة الحال. وعلى فكرة بات يضرب أمثال، يعني أنا عندي أحد أصدقائي بريطانيين يضربون الأمثال بالشعب الفلسطيني في الصمود والعزة والإرادة، طبعا إنه تقف في وجه السلاح لربما بحجر بسيط أو بصرخة، والحجر في يد طفل. صح أحيانا. صح. شكرا زملائي.